لما الواحد بيجي ليشتغل على الشاطئ بيتخيل حاله انه يمكن انا راح اترجم، انا يمكن ساعد الشخص يحمل شنطته. ما تخيلت انا بعمري، او حتى يمكن رأفت، انه ما تخيلنا نصير منقذين، وهذا اللي صار. هاي الدقيقة ونص قبل ما بيوصلوا على الشاطئ انه بتشوف فرحتهم، انه كيف عم يبكوا من الفرحة اللي بس لانه انه شافوا الارض قدامهم. طبعا هي اللحظة الوحيدة انه الناس لما بيشوفوا اليابسة بيشوفوا حدا انه عم يستناهم، يعني ما بتتصور قديش الناس بتكون فرحانة. هاي اللحظة كل شيء بخير، لحظة حلوة ما فيني أوصف لك. يعني هاي اللحظة لما بيوصلوا في منهم كانوا ينزلوا يركعوا على الأرض، جدا جدا يعني جدا صعب وحلو بجنن. She's crying because of her sons. They've been detained for 4 years. And she's just crying because she left them behind. Abdullah is 28 years old. It's been 4 years. And Muhammad is 26. بتشوفوا الموت مع بعض وبتشوفوا الإنقاذ مع بعض وعم تبكوا مع بعض. جوزنا نهار جمعة، نهار التنين كنا بالمينا عم نشتغل مع اللاجئين لأنه كان وقت الكامب. ما بقى تكفي إنه بس سلة الغذاء، وما بقى تكفي إنه بس إنه طلع من القارب وراح على الكامب. الناس إنه كان بده كرامة وكان بده حرية، كنا بنخفف عليها المعاني اللي كانت يعني اللي شافوها بالحرب. طبعا هاي المخاطر وهاي المعاني اللي شفتها كلياتها قدامي انه هي اللي حولتني لشخص ثاني، وانه لازم انه ساعد، وانه اي شيء بيحتاج هاي الناس انه اقل شيء انه لازم اكون واقف بجنبهم. لما نحن بلشنا الشغل ما كان في أي نية نبلش منظمة ولا نكبر ولا نعمل هذا الشيء. جينا لهون جاي اتطوع شهرين وارجع لبلدي وقدم يلي فيه وخلص. بس كل ما نشوف حاجة ونأسس مشروع كبير من هون انولدت المنظمة وصارت. كنا مرة بالكامب بيأتينا هون سكرم أقاس عم نوزع إشاربات، فأجتني مرة كبيرة قالت لي عطوني إشارب أحمر وبدي بدله بأسود. قلت لها يا خالته الله يخليكي ما تفتحي هالباب علي، إذا بدلت لك بدي بدل لك كل هالنسوان. الله يخليكي يا بنتي. قلت لها يا خالته ما فيني، سلبت مني 3-4 مرات. قلت لها يا خالته ما فيني. طلعت عليها قالت لي أنا أم شهيد ولي 4 سنين مو لابسة ألوان. هذا شوف كتير حزب بالي، كم اشتقيك وصرت ابكي. هون
أنا رجعت على البيت قلت له يا رأفت الطريقة اللي نحن منوزع أغراض إنه مسيئة للكرامة نوعا ما. صرت فكر بطرق إنه الواحد فيه ساعد الثاني بس يحفظ له كرامته ويساعده نفسيا يعني. فاخترعت هاي الفكرة إنه المعونة بطريقة محل. فوتوا العالم بيلاقوا محل قدامهم بيحسوا حالهم إنه نحن بعدنا بني آدمين، نحن ما لأنه اضطرينا نصير لاجئين بطلنا نتعامل كبني آدمين عادية. أظن أنه أنا اللاجئ الوحيد من السوريين اللي كان متواجد بأوروبا وإجا على اليونان اللي وقفت جنب بلاد بلدي وأنه ساعدت بهذا الشيء. ما كنت متوقع أعمل هاي الأعمال كلها وبقدر ساعد هاي الناس، بس طبعاً شخص واحد بيقدر يعمله كتير كتير. أنا ورأفت اثنين شخصين عاديين يمكن من أفقر المنظمات اللي موجودين باليونان وساعدنا عشرات الألوفات، أنقذنا أرواح، فتحنا بيوت، ونحن اثنين شخصين عاديين جداً. Sometimes you can't change the world but you can change the world for one person.